ليعلم أن المسلم مأمور شرعا بالدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لكن لا يحدد زمنا ولا يحدد مكانا ولا يحدد عددا ولا يرتب على ما دعاه أجرا أو فضيلة، وأن تكون ألفاظ هذا الدعاء سليمة ليس بها ما يخالف الشرع. فليس المسلم بمنهي عن الدعاء، بل إذا توفر ما سبق فالدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الترمذي. لكن التحديد بالزمن أو بالمكان أو بالعدد أو ببيان الفضل هذا ليس للناس، وإنما هو للشرع، فما جاء به الشرع عملنا به.